السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام، اليوم إن شاء الله تعالى سأشارك معكم هذا اليوم وهذا الفيديو الرائع الذي هو عندنا في البداية يوم جميل جدا، وهو بداية دزازة للغنم إن شاء الله في شهر في أول شهر أبريل، وهي تكون غالبا في شهر مارس. كان عندنا شوية البرد وما قديش ندزها، دابا الجو سخن وإن شاء الله اليوم أنا غادي ندزها أمامكم. قبل ما نبداو الفيديو كنتمنوا تدعمونا بلايك للفيديو، واذا كنت اول مره تشاهد هذه القناه اشترك معنا باش تنضم الينا، والسلام عليكم. يلا تعالوا معايا، هذه هي العجه ان شاء الله اللي غادي نبداو فيها اليوم وغادي نبداو ندزوها. كما كتشاهدوا معايا شوفوا لي شوف المقص والكتاف ان شاء الله. باش تجي دزه ان شاء الله سهله. وأبديت أصدقائي الكرام، أنا قمت بانتهاء من دزية، سأقوم بقلبها لأن لم في الأول ما عطاني حتى شوكة، خصني نقلبها كما كانت باش نقوم بالطلق ديالها. دابا غادي نقلبها قدامكم أصدقائي، أنا خصني نقوم بالقلب ديالها كما كانت شوكة كما بديتها في الأول، وعاد نقوم بالحل نحلها إن شاء الله. ها هي النعجة التي قمنا بدزها أولا، أصدقائي الكرام أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yeah.
الجزء ولا كان ممكن لازم تقطع لي جهيد مكتبناش لدينا تخفي هذا الجزء قد تموت هيك ضروري احنا ردوها كما كتبناش في الاول حال مكة كنتكو هذه هي المعيشة الثالثة إن شاء الله عم طيس وإن شاء الله تيارين بزوء السلام عليكم ورحمة الله. تتمة الفيديو ديال الجزاء اليوم ان شاء الله قمت باكمال جميع النجاة وهي النجاة التي فيديو في ولادة العودي جميع النجاة قمت بدزهم الحولي الفحل قديتهم من الصدر ديالو معي
أصدقائي الكرام، أتمنى من الله أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وأن تدعمونا بلايك الفيديو، وإذا كنت أول مرة تشاهد هذا القناة ادعمنا باشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.